السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هناك من يشتري اكواب للاطفال من البلاستيك لكي لا تكسر، لان يخافون الاطفال ان يكسروا الزجاج وشيء. هم لا 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 يخشون على صحة الاطفال، لكن يخشون على 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 الثمن، لانهم يشترون يعني اكواب كل اسبوع. فانا اظن هذا الطفل لو كان يكسر 5 و6 اكواب في اليوم احسن من ان يشرب في كوب من البلاستيك، واحسن من ان يتناول شيء سخون. يعني لان في البواد كاين بعض البوادي اللي تيكبوا الشاي، تيكبوا الحليب ولا شيء حاجه سخونه في الكيسان ديال البلاستيك. حتى رضاعه الطفل يجب ان لا تكون من البلاستيك، لان الان الرضيع هو مازال عنده 6 كيلو 8 كيلو 10 كيلو. هذه الكميه التي ياخذها من البلاستيك من البيسفينول والفطالات، يعني حمض الفطاليك معروف انه سرطاني، البيسفينول معروف الاساسي. لا 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 يختلف اثنان حول خطر الفطالات والبيسفينول اي. هذه المشاكل الان معروفه، يعني لا يمكن ان نطلب الدليل او شيء، والدليل موجود على الشبكه العنكبوتيه، يعني ملايين الابحاث التي اجريت حول الفطالات. حتى البلاستيك الذي يستعمل في المستشفيات هو بلاستيك فيه الفطالات. نحن كنا نعمل تجارب في المختبر في اطار البحث الدكتوراه، وكنا يعني ندرس اثر بعض الكيماويات على السرطان. فكان هذا الشاهد ديمو اللي كنسميوه كنترول كان يعطينا نفس النتيجه يعني في ايران كله مثل. فما شاء الله بقينا من اين اتى هذا الشيء؟ وعدنا في المختبر لما يعني نقوم ببحث يجب ان نجد الحل، مش نتراجع نقول هذه لا نتراجع، يجب ان نقبل التحدي في البحث العلمي، يجب ان نجد الحل. وهناك مسؤوليه كبرى وعظمى في البحث العلمي، ليس بسهل. فهناك انا شخصيا كنت صنعت بعض المواد الغذائيه وبدات بنفسي لاتحمل مسؤوليتي. اول من اكل، اول من قام بذوق هذه المواد انا شخصيا في المختبر، لان لما نعزل جراثيم تقوم او نسميها البادئات ستارترز، ونعمل بها مواد غذائيه مثل مواد الحليب او مات اللحم او سمك، لما نخمر بها هذه المواد فيجب ان تكون متاكد من هذه الجراثيم، والا سيكون هناك خطر. يجب ان لا تنتج توكسينات والا يكون عندها انتيجينات، لان اللاكتيك اسيد بكتيريا ليس لديها انتيجينات، فاذا كانت يعني ملوثه بجراثيم اخرى فسيكون خطر. فكنت اول من يبدا بتناول هذا هو انا، اتحمل مسؤوليه هنا. نعم هناك باحثون في التاريخ، ابن البيطار مثلا، ابن البيطار هو يعني كان مثل، كان صنع دواء واكله ومات. هذه مسؤوليتي يعني. ولا حتى نوبل هو صنع متفجر وفجر وقتل اخاه. هذه مسؤوليه الباحث، الباحث يجب ان يكون مسؤولا، ولذلك فالباحث لا يحاسب. يعني ولذلك الاطباء يجب ان لا يحاسبون على هذه الاشياء. ليش؟ لان حسن نيه لهذا الشخص يريد خدمه البشريه. فلذلك هؤلاء لا يحاسبون، لانهم لا يريدون يعني هذا. فهذا الشاهد في المختبر لما رجعنا وجدنا على ان مكونات تنبعث من البلاستيك اللي كنا كنخدموا به، هذوك يعني اللي تي باي سي، هذو القوارير والاشياء اللي كنا كنخدموا بها في المختبر كانت مصنوعه من البلاستيك. فلما بدلناها، يعني لما استعملنا الزجاج بيركس، لما استعملنا الزجاج كان الفرق واضح، ان هذاك الشاهد ما ماتوش فعلا، ما يعني مش ما ماتوش ولكن لم يظهروا سرطان، ولكن الفئران التي كنا نجري عليها يعني اظهرت سرطان. يعني كان على الاستاذ المؤطر، يعني كان استاذ ما شاء الله يعني بارع، هو الذي تنبه، هو الذي يعني قال لنا يجب ان تعملوا يعني بقي الشيء الوحيد هو البلاستيك اللي عندنا في المختبر، هو الذي يعني دخل الشك، يعني شككنا في كل شيء يعني. واعدنا التجارب تمرات ومرات، وفي الاخير تبين على ان قنينات البلاستيك هي التي كانت تصيب هذه الفئران، وكانت تنبعث منها مكونات سرطانيه. ثم في الاخير لما عملنا الكروماتوغرافي والجي سي، هذا الجي سي يعني الكوبلاج، يعني هذا السبكترال ماس، يعني وجدنا على ان كانت هناك يعني حمض الفطاليك والبيسفينول كان ينبعث من البلاستيك، ويعني مواد اخرى يعني مثل معادن ثقيله كذلك. كان حتى هذه الاشياء التي نعمل بها في المختبر يعني وجدنا في هذه الاشياء. فكل الاشياء التي تحيط بالبشر الان هي من البلاستيك. البلاستيك كما تفضلت في المقدمه ممكن ان يذاب، يتم تصنيعه هنا. وعندنا الان ناس كيذوبوا البلاستيك وكيعاودوا يصنعوا منه بعض الجوارب، هذوك الصنداله اللي كان نلبسوها ولا حاجه، صناعه الجوارب بحال هذوك الجوارب اللي كيتوضاو بهم الناس في المساجد، ولا بحال هذه الاشياء، ولا حتى ذوك السطوله اللي كيتوضاو بهم، هذيك اعاده البلاستيك.
كيزيدوا واحد الملوين باش يخفيو. علاش كانوا الناس كيديروا البلاستيك اسود؟ علاش؟ لان كيخفيو هذاك الحاله ديالو. باش علاش؟ لانه هو معاودو ذوبوه الا خلاوه بدون ملون فغادي يشمئزوا من الناس والناس ما غايستعملوش كذا. فالعالم كله يتكلم الان عن البلاستيك، يعني كل القارات، امريكا واوروبا واليابان وكل العالم يتكلم عن البلاستيك. لماذا؟ لان هناك اعراض وهناك اشياء الان يعني أصبحت ظاهرة، خصوص مع البحث العلمي، وأن بعض المعدات في المختبر الآن ممكن أن يعني تعثر على أثر بعض الكيماويات، يعني الماس سبيكترا الآن في هذه التحاليل الدقيقة. ف يعني لا يمكن أن يمر أي شيء الآن هكذا بدون البحث العلمي، ولا يمكن أن يعني أن يمر أي شيء، لأن كما قلت في الباحثون يعني لا يستحيون من أحد، وأن البحث العلمي هو نفسه لا يستحي من أحد. فأمريكا كانت عملت ببعض المبيدات في الستينيات والسبعينيات، منعتهم في التسعينيات، منهم البرومير دو ميتيل، هذه يعني منعتهم في التسعينيات. الآن مبيدات الآن أمريكا ستمنعها، 2010 منعت كذلك مبيدات أخرى. بعض الأواني مواد الطفلون مثلا، أواني الطفلون عملت بها أمريكا وكانت راقية، وأن العالم كله أصبح الآن يطبخ في الطفلون. في ألف ابتداء تقريبا يعني في أواخر التسعينيات يعني بدأت يعني تمنع هذه الأواني، لأن حمض الطفلون تسبب في سرطان يعني البنكرياس. الآن حتى يعني الصناع الكبار الذين يستعملون مواد الطفلون، يعني مادة الطفلون، الآن غيروا صناعتهم، أصبحوا يصنعون أشياء أخرى. يعني ونحن الآن يعني البحث العلمي الآن يعني كلما اكتشف شيء إلا ويدق ناقوس الخطر. البلاستيك يتسبب في بعض المتلازمات نسميهم ساندروم. هذه المتلازمات الآن لم تكن، كانت قليلة جدا، نسبة قليلة، حتى أن البحث على مستوى الطب، على مستوى كلية الطب، كانوا لا يعيرون اهتمام بالغ مثلا هذا التثليث الصبغي والتريزومي، ما كانش. وهذه المتلازمات أو الساندروم، هناك ست أنواع، ست متلازمات، فيها الكليني فلتر، فيها يعني متلازمة الكليني فلتر، متلازمة داون، متلازمة بايتو، متلازمة إدواردز، متلازمة ترنرز، وكريدشا، واحدة سميتها كريدشا، يعني هذا صوت الهر هكذا. وكذلك مع هذه المتلازمات، مع الساندروم، مع هذه الأشياء، هذه تقع على مستوى حمض الدي ان اي، على مستوى الكروموزومات تعطي. سبحان الله، يلا متلازمة داون يعني هذه يعني هي المتلازمة اللي أصحابها يبقوا عايشين، يعني في يعني الاتريزوم يبقوا عايشين واحد المدة والأطباء يقوموا بحد عملية جراحية على القلب، لأن كاين واحد الفتحة كيسدوا هذيك الفتحة بالجراحة، ويعني الطفل يكون جيد. يعني وليس كل الأطفال، يعني جل الأطفال، ليس كل الأطفال تكون عندهم هذه المشكلة ديال الفتحة في القلب. ثم مع هذه المتلازمات هناك ألزايمر.